أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة كالعادة بأهم العناوين. فيروس كورونا يخترق تحصينات العراق، الصحة تعلن الطوارئ في النجف وتحجر على المصاب الإيراني. البرلمان يصوت على منح الثقة لحكومة علاوي الخميس المقبل، ويشكل لجنة لدراسة البرنامج الوزاري. واشنطن تشيد بتعهدات علاوي لإجراء انتخابات مبكرة وتدعوه إلى تلبية مطالب المتظاهرين. تظاهرات بغداد والجنوب متواصلة، وصدامات في الخلان تخلف شهيدا و15 جريحا. أعلنت محافظة النجف تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأحد الطلبة الإيرانيين المقيمين فيها، والذي دخل المحافظة قبل أيام من قرار منع دخول الإيرانيين إليها. دائرة صحة النجف أكدت في بيان أن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت للإيراني سهيل الأميري أظهرت إصابته بالفيروس، مشيرة إلى أنه تم وضع الحالة المصابة في ردهات العزل منعا لتفشي الفيروس. أعلنت وزارة الصحة حجر زائر إيراني تم تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا في محافظة النجف. الوزارة أعلنت في بيان أنه تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري عن الزائرين والطلبة الإيرانيين في محل إقامتهم، وتمت إحالة أحدهم إلى المستشفى الخاص، مبينة أن نتائج الفحوصات التي أجريت للعينات أظهرت إصابته بالفيروس ليتم وضعه في ردهات العزل. هذا وأشارت مصادر مطلعة على أن الكوادر الصحية في النجف احتجزت 3 أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في مستشفى الصدر بالمحافظة. هذا وأظهر جدول الرحلات الخاصة بالخطوط الجوية العراقية وجود رحلات إلى العاصمة الإيرانية طهران ومدينة مشهد على الجدول يوم غد الثلاثاء، رغم إعلان إيقاف الرحلات بين البلدين بسبب فيروس كورونا. وكانت السلطات العراقية قد منعت دخول الجالية الإيرانية والأجنبية من الحدود البرية المشتركة بين إيران والعراق لمدة 2 أسبوع بعد تفشي الفيروس في بعض المدن الإيرانية وتسجيل حالات إصابة ووفيات به. حددت السلطات مدة أقصاها 48 ساعة للإعلان عن موقفها النهائي من حركة الطيران بين البلدين، مستثنية الهيئات الدبلوماسية من حاملي الجوازات الدبلوماسية فقط من قرار المنع. في غضون ذلك، حذرت مفوضية حقوق الإنسان من قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء باستثناء الكفاءات الصينية من حظر الدخول إلى العراق. وندد عضو المفوضية علي البيات بهذا القرار نافيا ضرورة استقبال الملاكات الصينية في هذا الوقت الحرج،
وتعريض حياة العراقيين للخطر. وبحسب المفوضية فإن القرار تضمن استثناء الكفاءات الصينية من حظر الدخول إلى العراق، وذلك بإرسالهم إلى الحجر الصحي في قطر والإمارات قبل قدومهم إلى العراق. في البصرة، أفاد مصدر أمني بإغلاق منفذ صفوان الحدودي مع الكويت حتى إشعار آخر. المصدر أضاف أن قرار إغلاق المنفذ الحدودي في البصرة جاء بطلب من دولة الكويت، مبينا أن أسباب غلق المنفذ ما زالت مجهولة حتى اللحظة، فيما أعلنت الكويت من جانبها حظر دخول جميع السفن القادمة من العراق بأنواعها كافة، وذلك بناء على توصية من وزارة الصحة الكويتية ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا. أكد وكيل وزير الداخلية لشؤون الأمن الداخلي الفريق الركن محمد نعمة أن العراق سيوقف تسيير الرحلات الجوية لكل دولة تسجل إصابات بفيروس كورونا، مضيفا خلال تصريح للفلوجة بأن الرحلات ستقتصر على إجلاء المواطنين العراقيين من تلك الدول. الدول ما بها إصابات تستقبل الطائرات، الدول بها إصابات تنقل فقط العراقيين، فقط تنقل العراقيين. ستتوقف الملاحة الجوية والبرية؟ اي نعم نعم نعم، تتوقف. اتخذت احتياطات كبيرة، احتياطات كبيرة اتخذت، هي حالة طوارئ، حالة الطوارئ تطول شهر 20 يوم. إلى الأنبار، حيث أكد مدير صحة المحافظة خضير خلف غلق المنافذ الحدودية وتدريب الكوادر الطبية للتعامل مع المرض، داعيا وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر في نقل الأخبار التي تتحدث عن فيروس كورونا وعدم ترويع الناس. اللجنة المركزية في محافظة الأنبار برئاسة السيد المحافظ والجهات المعنية، اليوم عقدنا الاجتماع الأول لهذه اللجنة في محافظة الأنبار. نحن كدار صحة الأنبار شكلنا لجنة سابقا برئاسة المدير العام، وعقدنا اجتماعات كثيرة، وكانت إجراءات موجودة، إجراءات عملية علمية حسب تعليمات الصحة العالمية ووزارة الصحة. عدم ترويج الإشاعات عندما نعزل الشخص مو معناه أنه هذا الشخص مصاب، أكو شخص مشتبه به، وهذا جربناه سابقا في موضوع الإنفلونزا الوبائية والإنفلونزا الموسمية. نعزل الشخص نشك به، نرسل المسحات إلى بغداد، تجي النتائج الحمد لله نتائج سالبة، مو مصاب، يطلع هذا الشخص. مو معناه أنه كل ما نعزل الشخص أنه يعتبر مصاب وما كذا. لذلك أدعو جميع الإعلاميين، الأخوة الإعلاميين، أدعو جميع الناس من هذا المنبر بعدم الترويج، يؤدي إلى الهلع والفزع ويؤدي إلى نتائج عكسية. في ذات السياق، أعلنت صحة نينوى واستعدادها الكامل لمواجهة فيروس كورونا من خلال رفض المستشفيات بملابس وقائية ومواد تعقيم، مؤكدة عدم وجود حالة إصابة أو مشتبه بها بفيروس كورونا. من ضمن استعداداتنا اليوم لانتشار هذا المرض، شكلت لجنة في رئاسة الصحة خلية أزمة يترأسها مدير عام، وعلى اتصال مباشر معنا بتوفير كل الاحتياجات. فوصلتنا بدلات ملابس وقائية وكذلك ماسكات ومواد تعقيم وكل ما نحتاجه، إضافة إلى زيارة ممثلة من جنابه اللي زارنا معاون الفني للوقوف على احتياجات مستشفانا ورفضها بكل الاحتياجات من أدوية، من تعقيم، من مواد لسلامة منتسبينا. لا يوجد أي حالة إصابة لحد الآن في نينوى خاصة، لا سامح الله، الله يبعد عنا وعن الموصل إن شاء الله. في حالة وجود أي حالة مشتبه بها، ستقوم مستشفى الشفاء للأمراض الصدرية والحميات بإدخال مرض الحالات المرضية المشتبه بها والتعامل معها وفق السياقات العالمية. طبعا هو حاله حال فيروس الإنفلونزا. طبعا نحن نستخدم الخافض للحرارة والمغذيات، هي هذا العلاج الأساسي. في كركوك، نظم العشرات من سكنة حيي العروبة والنصر في مدينة كركوك تظاهرة بالقرب من مستشفى النصر وسط المنطقة بعد تخصيصها للحجر الصحي للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا. وأكد المحتجون رفضهم لهذا القرار الذي أثار مخاوفهم من احتمالية تفشي الفيروس في المنطقة، مطالبين السلطات بتخصيص مكان آخر بعيدا عن منازلهم للحجر على المشتبه بإصابتهم بالفيروس. مستوصفات خارج المدينة وحي الصناعة الجديد في مستوصف شنو هاي الإصابات؟ ليش متخوفين عند الدول؟ والله متخوفين إنه الحش اللي طالع إنه يجي ينقلون مرضى المستشفى، وبدأوا يخلون المستشفى ينقلون مرضى. شنو مرضى؟ مرضى بهم هذا الفيروس مال كورونا وغيرها، فإحنا ما مجبرين عوائلنا وأولادنا مدارسنا كلها هنا بالمنطقة، يعني حتى دخولنا وخروجنا من المنطقة راح يصير مو بس بصعوبة، مستحيل.
اكو عندك مكانات مستوصفات خارج المدينه نقولهم بها؟ وهذا مستشفى شنو؟ مستشفى ولاده ونسائيه واطفال، يعني يا اخي انتم جايبينهم بنص اهالينا وعوائلنا. شو تطالبون؟ نطالب الغاء هذا القرار جمله وتفصيلا، مو بس على مستشفانا اللي حتى الان نقول بس منطقه حي النصر، كل مناطق كركوك، احنا ما جايين ندافع على منطقه وعلى كل كركوك اهلنا ومناطقنا، نطلب منهم خارج المناطق الاهله بالسكان. نبقى في شمال البلاد، حيث أكد وزير الصحة إقليم كردستان سامان البرزنجي حجر أكثر من 1200 مواطن عائدين من إيران إلى الإقليم، مبينا أن حكومة الإقليم تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس. هذا وقد أغلقت سلطات الإقليم كافة الحدود مع إيران. تم حجر أكثر من 1200 مواطن عائدين من إيران إلى الإقليم، وخصصنا لهم محاجر صحية في 13 منطقة بمدن الإقليم، وسيخضعون للرقابة الصحية لمدة 14 يوما. هناك 1249 مواطنا من العائدين من إيران يخضعون حاليا للرقابة الصحية. ودام دزقاكاني أمني سباسي عندكين ك أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بصدد الانتشار في كل دول العالم، معلنة تسجيل إصابة 367 خارج حدود الصين، ما يرفع عدد الإصابات خارج الصين إلى 1769 حالة. المنظمة قالت في بيان أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس في 28 دولة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين. هذا وتبقى الصين أكثر الدول تضررا من انتشار فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات هناك 2445 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 77,000 شخص. هذا وارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا إلى 50 حالة في إيران. وكالة أسوشيتد بريس أوضحت أن الذين توفيوا جميعهم من مدينة قم. هذا وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أكدت أن المتوفين في الفيروس بلغ عددهم 12 شخصا فقط، فضلا عن 47 شخصا مصابين بالفيروس. في الشأن السياسي، هذه المرة في إقليم كردستان تسود حالة من عدم الرضا بين الأوساط السياسية الكردية حول آلية اختيار رئيس الوزراء المكلف لكابينته الوزارية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع على حثيات اجتماع الرئاسات الثلاث وممثلي الأحزاب الكردية والوفد المفاوض. وأضاف المصدر أن القيادات الكردية تجد منهجية عمل رئيس الوزراء المكلف ليست محل اطمئنان لدى أغلب المكونات الأساسية، وسط مطالبات بمراجعة آلية العمل واختيار الوزراء، فيما شددت القيادات الكردية على أن الإقليم ومن خلال المؤسسات السياسية الجهة الشرعية الوحيدة المعنية في تحديد ممثليها في بغداد، داعية الكتل السياسية للجلوس على طاولة الحوار قبل جلسة التصويت على الحكومة الخميس المقبل. في سياق الحراك السياسي الحثيث الرامي لتشكيل الحكومة الجديدة، حددت رئاسة البرلمان الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. وذكر بيان صادر عن رئاسة المجلس أن الهيئة حددت الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، وأنها شكلت لجنة نيابية برئاسة النائب الأول رئيس البرلمان حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين لدراسة المنهاج الوزاري المقدم من حكومة علاوي وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.
أكد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي على ضرورة التنسيق المشترك والعمل المشترك بين العراق والولايات المتحدة وفق أطر التعاون المرسومة بين البلدين. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف في بيان أن علاوي تلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعرض خلالها آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن دعم واشنطن لبغداد في مختلف المجالات بما يحفظ سيادة العراق بحسب البيان. بدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ترحيبه بتعهد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بإجراء انتخابات مبكرة، داعيا إياه في الوقت ذاته إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية مطالب المتظاهرين. بومبيو قال في تغريدة على تويتر أنه جدد التزام الولايات المتحدة تجاه العراق، فيما حث علاوي على إنهاء العنف ومساءلة المتورطين واتخاذ إجراءات عاجلة تلبي المطالب المشروعة للمتظاهرين وفق قوله. من جانبها قالت الخارجية الأمريكية إن بومبيو حث علاوي أيضا على حل الخلافات مع الزعماء السياسيين الكرد والسنة، ذلك لضمان نجاح حكومته في تأدية مهامها الأساسية. ومع تحديد الخميس المقبل موعدا للجلسة الاستثنائية للتصويت على تشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، شدد نواب على ضرورة أن يتضمن المنهاج الحكومي أولويات عدة أبرزها الانتخابات المبكرة ومحاسبة قتلة المتظاهرين وضرورة تمثيل المكونات كافة في الكابينة الجديدة. أنا أعتقد أنه من أولويات رئيس مجلس الوزراء القادم هو الجلوس مع المفوضية العليا للانتخابات لتحديد فترة الانتخابات القادمة. يجب أن يتضمن ذلك في البرنامج الحكومي التحقيق في الجرائم التي وقعت على المتظاهرين، وهذا من الأمور نحن كمكونات صغيرة وكأقليات كرؤية مدنية ندافع عن هذا الشرط، ونعتبره شرطا أساسيا أن يكون هناك تحقيقات في من تعدى على المتظاهرين وقتلهم. هنالك مخاوف من أن تكون هذه الكابينة فيها تمثيل لكتل سياسية على حساب كتل أخرى، وبالتالي هذه المخاوف مخاوف مشروعة من قبل الكتل السياسية. هناك مكونات وهنالك قوميات في العراق، يجب أن ولهذه المكونات والقوميات كتل سياسية تمثلها في مجلس النواب. يعني تم الاجتماع اليوم الاثنين في بنات مجلس النواب العراقي في مقر هيئة الرئاسة حول مناقشة البرنامج الحكومي للسيد رئيس الوزراء المكلف ودراسة السير الذاتية للوزراء اللي سيتم تكليفهم. لا تزال اللجنة يعني حقيقة تعمل على تعديل الدستور ولقاءاتها مستمرة مع الكفاءات، مع نقابة المحامين، جميع النقابات، لقاءات مستمرة داخل مجلس النواب لغرض الوصول إلى أفضل النتائج فيما يخص تعديل بعض الفقرات في الدستور. معنا عبر الأقمار الصناعي من بغداد مراسل قناة الفلوجة فراس الدريمي، مرحبا بك فراس. كيف رصدت تصريحات النواب بشأن عقد جلسة البرلمان الطارئة يوم الخميس المقبل، خاصة في ظل تضارب في التصريحات لإعطاء الثقة أو عدم إعطاء الثقة لحكومة علاوي؟ نعم، يعني صحيح اليوم كان هناك اجتماع لهيئة رئاسة البرلمان في مجلس النواب، وتم تحديد الخميس المقبل موعدا لجلسة استثنائية من أجل منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، لكن إلى الآن حقيقة لم يتضح المشهد بشكل واضح، وما زالت الضبابية تسيطر على المشهد السياسي، خصوصا أن هناك تضارب بالتصريحات بين القوى السياسية، وما زال هناك خلافات بين بعض القوى السياسية مع محمد توفيق علاوي، ولم تصل الحوارات لا سيما بعض القوى السنية وأيضا القوى الكردية إلى صيغة نهائية توافقية من أجل الاتفاق على دخول هذه الجلسة والتصويت ومنح الثقة لحكومة علاوي. يعني ربما سوف تستمر هذه الحوارات إلى ساعات، قبل ساعات قليلة من انطلاق الجلسة، جلسة يوم الخميس، وربما إذا بقيت هذه الخلافات ربما أيضا سوف تؤجل هذه الجلسة، لكن
يعني هناك حقيقة موضوع مهم، وهو لم يتبقى أمام السيد محمد توفيق علاوي من المدة المحددة الدستورية والتي تنتهي في الثالث أو الثاني من آذار المقبل، وبالتالي الوقت ضيق جدا أمام رئيس الوزراء المكلف وأيضا أمام القوى السياسية من أجل حسم أمرها وإنهاء هذا الجدل السياسي، خصوصا أن الشارع العراقي ما زال يغلي ويطالب بتحقيق مطالبه منذ أكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر. نعم. لكن يعني إلى الآن ما زال الخلاف هو يسيطر على المشهد السياسي حقيقة، الكتل السياسية وتصريحات النواب متضاربة، هناك من يدعم حكومة السيد علاوي وهناك من صرح اليوم بأنه سوف لن يدخل الجلسة ولن يصوت لهذه الكابينة الحكومية الجديدة. نعم. طيب، في ظل هذا التراشق السياسي بين النواب وعدم التصويت على حكومة علاوي أو التصويت عليها، ما رأي الشارع المنتفض المطالب بالخدمات وبحقوقه في هذه التشكيلة التي سيطرحها علاوي الخميس المقبل؟ يعني مشكلة الشارع العراقي اليوم لا يثق بهذه العملية السياسية ولا يثق بالقيادات السياسية التي تسيطر على المشهد السياسي منذ 16 عام، وبالتالي كل الوعود التي وعدها محمد توفيق علاوي والقيادات السياسية الأخرى بأنها سوف تنفذ مطالب الشارع العراقي الخدمية والارتقاء بالمستوى المعاشي، حقيقة الشارع العراقي لا يثق بهذه الوعود، كون هذه الوعود تكررت في حكومة السيد عادل عبد المهدي والحكومات التي سبقت، ولم يتحقق على أرض الواقع شيء من هذه الوعود بسبب المحاصصة السياسية والطائفية وأيضا لأسباب أخرى وهي الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة، وبالتالي كل الأموال ذهبت إلى جيوب الفاسدين ولم تذهب إلى إنشاء أو إنجاز المشاريع الخدمية التي يطالب بها المواطن العراقي منذ سنوات، وبالتالي يعني الشارع العراقي ما زال منتفض، ساحات التظاهر ما زالت إلى الآن مستمرة فيها التظاهرات والمطالبات بأن تكون هناك انتخابات مبكرة، الشارع العراقي يريد أن يقول كلمته في هذه الانتخابات وهو يختار ممثليه بالنسبة للبرلمان وأيضا للحكومة الجديدة، هذه الحكومة ربما ستكون تحصيل حاصل وتفرض على الشارع العراقي كواقع حال، لكن سوف تستمر التظاهرات إذا لم يكن هناك منهاج حكومي يلبي طموح الشارع ويلبي مطالب المتظاهرين، ربما نشهد أيضا تصعيد في التظاهرات إذا ما تشكلت الحكومة ولم يتحقق على أرض الواقع شيء من مطالب المتظاهرين، خصوصا محاسبة قتلة المتظاهرين إضافة إلى مكافحة الفساد وإصلاح النظام السياسي بأكمله. نعم. فراس الدريمي مراسل قناة الفلوجة، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. عبر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنن بلاسخرت عبر عن قلقهما من تعمق الأزمة السياسية في العراق. وذكر بيان صادر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن بارزاني وبلاسخرت تباحثا الأوضاع السياسية في العراق وآخرة خطوات لتشكيل الحكومة الجديدة، معربين عن قلقهما من تعمق الأزمة السياسية، فيما استعرض الطرفان الحلول لاجتياز الأزمة السياسية واجتياز سبل تعديل مسارها، مشددين في الوقت ذاته على دور الأمم المتحدة في هذا الإطار. في غضون ذلك، شدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على ضرورة التعامل مع الإقليم وفق الدستور، مشيرا إلى رغبته في زيادة التنسيق مع بغداد. وقال بارزاني في تصريحات صحفية أن بغداد تشهد وضعا سياسيا جديدا، حالة من عدم الاستقرار، ما انعكس سلبا على وتيرة حل الخلافات بين أربيل وبغداد، مشددا على أهمية زيادة التنسيق بين الطرفين لحل الملفات العالقة. لماذا ترفض القوى السياسية الكردستانية حضور جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي؟ الإجابة في هذا التقرير. لا زالت كابينة رئيس الوزراء المكلف تتأرجح على حبل التوافقات السياسية، فما بين الاثنين والخميس طريق قد تحل العقد فيه وتفك الشفرات، ورغم تعهدات علاوي التي قطعها بإبعاد كابينته عن الترشيحات الحزبية، رفضت القوى السياسية ومنها الكردستانية اختيار علاوي وزرائه بنفسه دون الرجوع لقياداتهم السياسية.
القيادات الكردستانية تؤكد دوما على وجود حكومة توافقية، حكومة تحافظ على الخصوصية الكردستانية، حكومة تحافظ على الدستور، إلى أن يتم الاتفاق على صيغ جديدة وعلى دستور جديد مثلا، أو على نقاط جديدة تتغير أو تتعدل من الدستور. هذا أمر منوط بالتوافقات السياسية وبالحكومة. ولكن المشكلة الأكبر هنا أن المكلف بتشكيل الحكومة يرى نفسه أمام أكثر من صدمة، يرى نفسه أمام أكثر من عائق، المتظاهرون، الأحزاب السياسية. وبعد اجتماعات مكثفة في بغداد، عاد الوفد الكردي المفاوض إلى أربيل دون اتفاق على آلية تشكيل الحكومة، ما دفع برئاسات الإقليم الثلاث لعقد اجتماع تشاوري يضم القوى والأحزاب الكردستانية، وبضمنهم بافال الطلباني رئيس حزب الاتحاد الوطني المنتخب حديثا، للخروج برؤى مشتركة وقرار موحد لحسم المشاركة في الحكومة المقبلة. نحن في إقليم كردستان أيضا لدينا استحقاقات ومكتسبات. هذا الاستحقاق والمكتسبات ليس محصورة في قضية وزراء، ما هي عدد الوزراء وما هم الوزراء ومن يختار هذه الوزراء، بقدر ما يكون رؤية حكومة توفيق علاوي وسخشة توفيق علاوي في كيفية التعامل مع إقليم كردستان ككيان دستوري موجود ضمن الدولة الاتحادية. لذلك اجتماع أربيل اليوم كان مع الوفد المفاوض للذهاب إلى بغداد، وأيضا الرئاسات الثلاث المتمثلة برئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم ورئاسة البرلمان وأيضا القوى الفاعلة في إقليم كردستان. شروط عديدة لدى الكرد للمضي بركب الحكومة تتلخص بضمان الحقوق الدستورية للإقليم ككيان مستقل والمخصصات المالية وإدارة المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك. قلق من طرق كورونا أبواب البلاد وترقب لكابينة علاوي الوزارية لتبقى مشاركة الكرد في الحكومة معلقة بالموافقة على شروطهم المسبقة. من أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوجة. ينضم إلينا الآن من أربيل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري. أهلا بك أستاذ عبد السلام. إذا عاد الوفد المفاوض من بغداد وحصل اجتماع بين الوفد المفاوض وبين الرئاسات الثلاث في الإقليم، ما هي الرسالة التي بلغتم بها؟ ما هي أبرز نتائج هذا الاجتماع؟ نعم، شكرا لهذه الفرصة. تحية لك، تحية لأخواتي الأخوة المشاهدين. أهلا بك. في الحقيقة الاجتماع جرى بناء على دعوة سيد رئيس الإقليم باعتباره حسب القوانين المرعية في الإقليم هو الجهة المخولة بتنظيم العلاقة مع بين حكومة إقليم كردستان وحكومة الاتحادية. دعت الرئاسة، الرئاسات الثلاث، رئاسة مجلس الوزراء ومجلس البرلمان، كذلك قيادات الأحزاب الكردستانية المتمثلة في البرلمان ورؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب العراقي. البيان درس الحالة، كذلك إضافة إلى تقرير الوفد المسافر إلى بغداد درس الحالة لبلورة وجهة نظرنا. أنتم أشرتم في مقدمة النشرة أيضا إلى صدور بيان عن هذا الاجتماع. أهم ما فيه هو بنظري ما يخص العراق بصورة عامة. يعني البيان أكد في ثلاثة نقاط على أن العراق يمر بحالة خاصة وهناك تحديات داخلية خارجية ونحن ندخل حقبة جديدة. هذا يتطلب وجود حكومة قوية قادرة على حل مشاكل العراق والإعداد لانتخابات يرضى عنها الجميع. والآلية التي اقترحها الاجتماع هو دعوة القيادات السياسية في العراق لأن تجلس مع بعض وتتحاور بجدية بصراحة لكي تخرج بقرار جامع فيه مصلحة. هذا من ناحية. النقطة الثانية هي التأكيد على أن حكومة إقليم كردستان، أقصد الحكومة بالمفهوم الأمريكي، يعني الحكومة، الوزارة والبرلمان ورئاسة الإقليم، هي الجهة الوحيدة دستوريا التي تمثل الإقليم. لذلك هي المخولة بالمشاركة بالكابينة المقبلة. نعم، بالتأكيد. نعم سيد برواري. نعم. لكن يعني يحضر هنا سؤال، لماذا سيزور السيد نجرفان بارزاني غدا بغداد إذا كان هذا الوفد أوصل رسالة الإقليم إلى بغداد، أم أن الأمور بحاجة إلى مزيد من التشاور مع بغداد بخصوص مطالب كردستان؟
يعني أولا ليست هناك مطالب، هذا الذي قلته أنا والذي صدر عن الاجتماع هو حرص بيان حرص على العراق ومد اليد للجميع الذين فعلا يريدون أن يخرج العراق من هذه الأزمة. هذه أزمة كبيرة. خامس نقطة في الاجتماع هي أن تقرر الاستمرار في الحوار مع المرشح مع القوى السياسية، لذلك تم تقرر أن يستمر إرسال الوفود إلى بغداد والعمل على الأقل في خلال إذا كانت هناك فترة متبقية اليومين أن يتم وضع تشكيل الحكومة في مسارها المنطقي والطبيعي. يعني في تقريركم أكثر من سيد وضيف أشار إلى نقطة مهمة، وهي إذا أريد لوزارة معينة أن تتشكل يجب أن تنال أكثرية أصوات مجلس النواب الموجودون في مجلس النواب يمثلون أحزابهم. حتى الجهتين الرئيسيتين اللتين دفعتا والتي تدفع إلى انتخاب علاوي هي في الحقيقة لا يمكن لها أن تصوت لم تحقق لها شروط معينة. هناك تسربات تقصد لأن الكثير من الأسماء التي سيطرحها علاوي هي حزبية ليست مستقلة. طيب سيد برواري، هل تعتقد أن لا يحلوا مستقلون، يحلوا أناس لهم؟ هل تعتقد أن هذه الوفود وأن السيد نجربان برزاني غدا سيستطيع تحقيق صيغة مشتركة مع بغداد ومع رئيس الحكومة المكلف قبل موعد الخميس المقبل، وبناء عليه سيتحدد مشاركة الكرد في جلسة منح الثقة؟ يعني إذا كانت هناك إرادة يمكن خلال اجتماعين أن للقوى المؤثرة وذات الوزن في مجلس النواب أن تصل إلى نتيجة. ليست هناك خلافات جذرية، لكن الأسلوب هو أسلوب البيان أيضا أكد عليه. هذا الأسلوب لا يمكن أن ينجح، لا يمكن أن حتى إذا تم التصويت عليه في مجلس النواب لا يمكن أن يصدر عن حكومة تلبي حاجات لا الشارع ولا حاجات العراق. الحكومة التي ليس لها سند برلماني، انظروا إلى ما حدث مع حكومة عادل عبد المهدي. لذلك أنا أعتقد نعم، شخصية مثل شخصية نجيرفان بارزاني بحنكته بدبلوماسيته بتجربته الطويلة يمكن لها إذا كان الطرف الآخر أيضا مستعدا. الذين يقفون وراء هذا الأسلوب الذي اختاره السيد علاوي والسيد محمد توفيق علاوي نفسه إذا كانوا مستعدين أن يراجعوا السبب الذي أدى إلى أن يقرر تقريبا نصف سكان العراق أو إذا لم يكن أكثر أن يقاطعوا هذه الجلسة، هناك إذا خلل في الموضوع. ولذلك يجب على القوى السياسية وعلى السيد محمد توفيق علاوي نفسه أن يراجع الأسلوب الذي تم وفقه لحد الآن العمل على تشكيل الحكومة. أنا عندي ثقة إذا كانت هناك نية وإرادة يمكن التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعين. نعم، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ عبد السلام برواري كنت معنا من أربيل، أشكرك جزيل الشكر. الأخبار مستمرة. أصيب 5 متظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد إثر إطلاق قوات مكافحة الشغب القنابل الغازية والصچم من بنادق الصيد. وأقدمت قوات مكافحة الشغب على حرق خيمة في بداية النفق من جهة السنك دون وقوع إصابات. هذا وأعلنت مصادر طبية في وقت سابق استشهاد متظاهر في ساحة الخلاني وإصابة 10 آخرين جراء إطلاق قوات مكافحة الشغب قنابل الدخان واستخدامها بنادق الصيد. بحثت مفوضية حقوق الإنسان مع قيادة عمليات بغداد تعزيز الأمن في محيط ساحات التظاهر والحد من استخدام أسلحة الصجم. وشددت المفوضية خلال لقائها قيادة عمليات بغداد على ضرورة المحافظة على السلمية خلال التظاهرات وعدم اللجوء إلى العنف والعنف المضاد وضرورة توفير الحماية الكافية للممتلكات العامة والخاصة. بدورها أكدت عمليات بغداد اهتمامها ومساندتها العالية لحماية المتظاهرين السلميين، مضيفة أن القوات الأمنية هي مصدر أمن وحماية أبنائنا المتظاهرين، ولا بد أن يكون هناك عمل مشترك لكشف من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية.
دعا متظاهرو الديوانية جميع شرائح المحافظة للمشاركة في التظاهرة الحاشدة التي من المقرر لها أن تنطلق يوم غد الثلاثاء في 25 من فبراير شباط الجاري. وأكد المتظاهرون أن الاستعدادات جارية لانطلاق تظاهرة جماهيرية كبرى وسط مركز المدينة غدا الثلاثاء، وذلك للتأكيد على استمرارية ثورة تشرين وثبات من سار فيها، مطالبين بعودة الوطن لأبنائه واسترداد الحقوق التي سلبت من قبل الأيادي الفاسدة. أضاف المتظاهرون أن مليونية الثلاثاء ستكون وفاء لشهداء الثورة ولدمائهم التي حطمت أصنام الفساد وأطاحت برموزه. ومن المقرر أن تنطلق تظاهرات مليونية في بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب غدا الثلاثاء بمناسبة دخول تظاهرات أكتوبر الشهر الخامس. هذا وانطلقت تظاهرات طلابية حاشدة من جامعة الكوفة إلى ساحات الاعتصام في النجف. ونظم الطلبة الجامعيون تظاهرة لدعم التظاهرات العامة في النجف وبغداد ومحافظات الوسط والجنوب، مؤكدين استمرارهم في التظاهرات لحين تحقيق المطالب. ودعا طلبة النجف شرائح المجتمع كافة للمشاركة في التظاهرة المليونية يوم غد الثلاثاء بمناسبة دخول التظاهرات شهرها الخامس. أعلن مصدر أمني في الأنبار اعتقال القوات الأمريكية قياديا في الحشد العشائري بإنزال جوي غربي الرمادي. وأكد المصدر أن القوات الأمريكية اعتقلت الشيخ معدي العبيدي في ناحية البغدادي بناء على مذكرة صادرة من القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب، مبينا أن القوات الأمريكية سلمت العبيدي إلى قوات جهاز مكافحة الإرهاب وهو الآن محتجز لديهم. انطلقت تظاهرة حاشدة في محافظة ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بضرورة اتخاذ قرار يخدم شريحة واسعة في المحافظة. وتظاهر العشرات من أصحاب عقود بشائر الخير في محافظة ديالى أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتعيينهم وحسم ملفاتهم المتأخرة منذ سنوات دون حلول. وطالب المتظاهرون الحكومة المركزية ووزارة المالية إلى ضرورة حسم ملفات عقودهم وتثبيتهم على الملاك الدائم للدوائر. إلى ذلك أشار إعلام محافظة ديالى إلى أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات لدعم ملف تثبيت عقود بشائر الخير من خلال مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، لافتا إلى أن حسم الموضوع يعود إليهما. بسبب روتين الدوائر الحكومية والكتب الرسمية التي لا تصل بين وزراء المالية والأمانة العامة لرئاسة الوزراء، تجمع أكثر من 2000 شخص أمام ديوان محافظة ديالى. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. اليوم أنا أتواجد بتظاهرة أمام ديوان المحافظة للمتعاقدين بشائر الخير من 16,000 متعاقد 2271 لحد هاي اللحظة ما ثبتوا 8 سنوات زملائهم يستلمون راتب وصاروا من ضمن الدولة وبقانون رئاسة الوزراء ثبتوا، بس الألفين كان بين خطأ وبين مماطلة بين الوزارات أدى إلى هاي الألفين شخص اللي أكثر من 2000 لحد هاي اللحظة هم يظاهرون 8 سنين هم ما مستلمين راتب، لا يقدرون يتعينون بدوائر الدولة لأن أسماءهم موجودة بالوزارة ولا هم ثبتوا أسوة بأقرانهم، لذلك لجأوا للتظاهر. والله نطالب، جينا اليوم إحنا عش عقد بشار الخير، جينا نطالب حقنا بالتثبيت، تثبيتنا صار لنا إحنا 8 سنين من 2012 إحنا مفروض عندنا أمر وزاري وننتظر بس أمر المباشر ولحد الان تسويف ومباوطة، ما قبضنا اي شيء، يوميا نملي استمارات. كل الكتب ما بين الماليه والامانه العامه لمجلس الوزراء والوزارات الاخرى تؤكد على صحه عقود بشائر الخير وتؤكد على انه مشروع عقود بشائر الخير مشروع قانون وضمن الموازنه وخصص له كل التخصيصات الماليه. لحد هذا اليوم وصار اكثر من 8 سنوات ناشدنا كل الجهات، اعلى الجهات، ناشدنا كل النواب، ناشدنا كل رئاسات مجلس النواب، لكن دون جدوى، دون تحرك هذا الملف نهائيا. تقدم على اي دائره تطلع انت متعين وبالماليه عندك حصه، واحنا كل شيء ماكو، قاعدين وساكتين، لا راتب، لا رعايه، لا عاطلين، لا عجزه، كل شيء ماكو. اكثر من 2000 عائله يتواجدون اليوم هنايا، والمعلومات اللي محصلينها انه المماطله من قبل وزاره الماليه والامانه العامه لمجلس الوزراء بكتابنا وكتابكم، وبالاخير يطالبون تشكيل لجنة بعد 8 سنوات.
طبعا هذا يعتبرونه المتظاهرين تسويف لقضيتهم ولعب على المشاعر، وبالنتيجة ما راح يتراجعون عن مطالبهم بالتثبيت، وراح يظلون مستمرين بالتظاهر لحين الحصول على الحق وإرجاع حقهم المسلوب الشرعي حسب وصفهم، لأن أسوة بال 16,000 اللي حاليا صاروا 8 سنوات قاعدين بالوظائف وهم لحد الآن يرفعون اللافتات. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. اتهمت مفوضية حقوق الإنسان في العراق الحكومة بإهمال المدارس بعد أن انهارت جدران مدرسة متهالكة دون إصابات. وأكدت المفوضية انهيار جدران مدرسة حسن بن ثابت الابتدائية وثانوية الأندلس للبنات في طوز خرماته بمحافظة صلاح الدين إثر تهالك البناء والظروف الجوية، مبينة أن الانهيار حدث أثناء الليل لذا لم يتعرض أي شخص للأذى. وأوضحت المفوضية أن الطلبة والكادر التعليمي يواجهون خطر الانهيار الذي يهدد حياة أكثر من 1200 طالب وطالبة يوميا، مبينة أن التعليم إن كان لا يشكل أولوية لدى الحكومة فعليها الحفاظ على أرواح الناس، فهي ليست رخيصة بحسب تعبيرها. حالها كحال المئات من المدارس في العراق. تعاني مدرسة ابتدائية في قضاء أبو غريب غرب بغداد من إهمال حكومي بعد أن بنيت بتبرعات المواطنين. التفاصيل في هذا التقرير. بناء تشينكو، الارضيه كلها تراب وطين، وهسه حاطين سبيس ما ادري حصو على مود الطلاب. ماكو وضعيه، مستلزمات مدرسيه نهائيا ماكو، دفاتر ماكو، اي شيء يخص المدرسه ماكو. وكل هذا البناء تشينكو وغيره هو من مجهود الذاتي من الاهالي، تبرعات لا اكثر. مدرسه تفتقر لادنى البنى التحتيه والمستلزمات، فهي لا تغي من برد الشتاء ولا تدفع عن التلاميذ حرارة الصيف اللاهب في أجواء بعيدة كل البعد عن مناخ التدريس النموذجي، وسط مناشدات لوزارة التربية برفضها بما تحتاج كصدقة جارية، وذلك على لسان إدارة المدرسة. هاي المدرسة اللي شوفوها قدامكم صار لها 9 سنين بناء جهود ذاتية، يعني حتى مو جمع هاي عفنا بيتنا، وس أبو المدرسة صار مشرف وأنا الحمد لله مديرة، يعني تعيني صار لي خدمتي 27 سنة. بنينا هاي بنيناها أفرض من الجامعة، فهاي تشينكوات تشوفونها. فأناشد يعني مديرية التربية، والله أناشد شيء هاي التشينكوات يعني سقف ثانوي محولة شوف الكهرباء خيج بصيص، هاي الطلاب تنخنق. تساؤل يطرح نفسه، لو اطلع أجدادنا السومريون الذين هم أول من علم البشرية فن الكتابة على رؤية واقع مدارس العراق عموما ومن بينها هذه المدرسة على وجه الخصوص، يا ترى ما الرسالة التي سيوجهونها إلى أصحاب القرار في البلاد؟ هذه النشرة مستمرة ونتابع فيها بعد قليل. أمير قطر يختتم زيارته إلى عمان، والعاهل الأردني يشيد بالعلاقات بين البلدين.
بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحثا العلاقات بين البلدين وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما فضلا عن التطورات في المنطقة. وأكد الملك الأردني وأمير قطر خلال المباحثات اعتزازهما بالعلاقات بين البلدين والحرص على النهوض بها في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والاستثمارية منها، كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة. وركزت المباحثات على مجمل القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطرقت المباحثات إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة وضرورة التوصل إلى حلول سياسية لها تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها. قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن زيارته إلى الأردن تعزز مسيرة العمل العربي المشترك وتعزز مصالح الشعوب في المنطقة. وعبر الشيخ تميم عن سعادته لزيارة الأردن التي ستعزز العلاقات الأخوية وتزيد التعاون بين البلدين في مجالات عدة كالاستثمار والرياضة والطاقة وتبادل الخبرات، كما ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك ومصالح شعوب المنطقة المتطلعة إلى تعزيز التكاتف لمواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعا. ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. فيروس كورونا يخترق تحصينات العراق، الصحة تعلن الطوارئ في النجف وتحجر على المصاب الإيراني. البرلمان يصوت على منح الثقة لحكومة علاوي الخميس المقبل ويشكل لجنة لدراسة البرنامج الوزاري. واشنطن تشيد بتعهدات علاوي لإجراء انتخابات مبكرة وتدعوه إلى تلبية مطالب المتظاهرين. تظاهرات بغداد والجنوب متواصلة وصدامات في الخلاني تخلف شهيدا وخمسة عشر جريحا. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء.